بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الرسالة الأولى مؤلمة، مؤلمة جدا. يعني أنا كان عيني هتدمع وأنا بقراها، جاي من طالب من كلية الطب. فيها مشكلة أنا هقولها، فيها مشكلة مش مع الطالب ده، مع معظم المصريين هقولها، بس ما أقرأ الرسالة. أنا طالب في كلية الطب جامعة الأزهر، بقيت أخاف جدا لما أشوف صور الدم والأمراض والخراج والحاجات اللي بتكون مخيفة شوية زيها، ولما أدخل قسم الباراسايتولوجي أو المايكروبيولوجي أو الباثولوجي بترعب جدا من الصور، وبقيت أخاف من كل حاجة حتى الحشرات، ولو في حاجة معرفهاش بهرب. أنا وصلت معايا جريت من صلاة الجمعة بسبب دبانة، وبقيت أخاف من الأمراض الجلدية المعدية. يا ريت تفيدني يا دكتور في أسرع وقت ممكن، ربنا يكرمك. أنا حياتي ممكن تتدمر، وخاصة أني بروح بركب مواصلات، بقيت أخاف من كل حاجة حواليا. ويا ريت ترد عليا في كل نقطة قلتها، عشان أهلي نفسهم يشوفوني دكتور، بس أنا بقيت مرعوب من أول ترم. أنت مريض نفسي، في خوف من الأماكن المغلقة، في واحد ساكن في الدور 17 ما بيعرفش يركب الأسانسير لأنه مكان مغلق، في خوف من لو بصيت من البلكونة الأماكن العالية، أمراض مكتوبة في الكتب، أمراض مكتوبة في الكتب، الخوف من الدبانة ومن صورة شفتها ومن خراج وانت في كلية الطب. ده مش حاجة، مش ظاهرة طبيعية نتكلم فيها انا وانت. لازم يا ابني من بكرة تروح لدكتور امراض نفسية، من بكرة تروح لدكتور امراض نفسية، خسارة. ده في ناس هيموتوا على كليتك دي اللي انت عايز تسيبها عشان خايف من صورة، ولا خايف من المشرحة، ولا كده. ما كلنا كنا كده، كلنا يوم اول يوم في المشرحة ده كان يوم مرعب بالنسبة لنا. ولكن ما بقولكش دي ظاهرة طبيعية، اللي خاف من دبانة وهو بيصلي دي ظاهرة مرضية، لازم نستعين باستاذ امراض نفسية لازم. ايه بقى المشكلة اللي مع المصريين اللي انا ابتديت بيها الرسالة؟ المريض المصري يرفض كلمة مرض نفسي، والله والله ما بكذب. النهاردة قبل ما اجي للتسجيل كان عندي مريضة بقول لها لا ده مرض نفسي، زعلت. يعني انا مجنونة يا دكتور؟ يا ستي المجنون ده حاجة والمرض النفسي ده حاجة تانية خالص، في فرق بين مرض عقلي ومرض نفسي. هي جاية تشتكي من مغص، هو المغص ممكن يبقى نفسي؟ حضرتك درستي عشان نتكلم. وزعلت وانا زعلت جدا جدا، يمكن سمعاني دلوقتي، هو حضرتك درستي طب عشان تعرفي ان في مغص نفسي؟ واقولهولك بالانجليزي عشان تروح تدور عليه، هايبوكوندرايسيس، ان هو مغص شديد جدا لكن مفيش حاجه، لا زايده ولا قرحه ولا بنكرياس ولا اوعيه دمويه ولا اي حاجه، وهو سليم. وطبعا طبعا احنا لا نشخص حاجة زي كده إلا بالاستبعاد. أما استبعد الحاجات، أقدر استبعدها من كلام المريض، أقدر استبعدها بأشعاعات، أقدر استبعدها بمنظار، استبعد كل اللي أنا عايزه عشان يبقى تشخيصي يعني واقف على رجلين سليمة. يا ابني يا صاحب هذه الرسالة، بكرة تروح لدكتور أمراض نفسية، لأن الخوف مجعدد عندنا، معدد. الخوف من المكان عالي مرض، الخوف من الأماكن المغلقة مرض. ده في ناس بتخاف من صوت، من صوت لو سمعته، سمعت الصوت ده بيجي لها رعشة وبيجي لها مشاكل كتيرة جدا. فاحنا مش عايزين نزعل من دكتور قال لك دي حالة نفسية، مش عايزين نزعل من كده. بقولها 10 مرات يا اخوانا، المرض النفسي ما هوش سبة،
يعني تقول لي او واحد يقول لي ايه انا بس ما تبقاش قدام تقول قدام مراتي ان انا مريض. طبعا احنا بنحترم هذا الكلام ده كله، لكن ايه المشكله؟ المشكله عدم الوعي. اقول لكم الامراض النفسيه بتمثل تلت المشاكل، تلت مشاكلنا، اللي جايب صداع، واللي جايب تنميل، واللي جايب مغص، واللي جايب الم في صدره، التلت بيبقى عندوش حاجه ويبقى مرض نفسي. مرض نفسي ما هياش شتيمه، ما هياش شتيمه، ما بشتمكش واقول لك انت مريض نفسي، عيب، عيب ان احنا نعرف كده. وبعدين النقطه الاهم من كده، مرض نفسي ايه يا دكتور؟ ده انا عندي عربيه كذا، يقول الماركه بتاعت، وساكن كذا، وعندي كذا. المرض النفسي لا علاقه له بالحاله الاجتماعيه اطلاقا. مين اكتر بلد فيها انتحار؟ اكثر البلاد تقدما السويد. السويد نسبه الانتحار اكتئاب، والاكتئاب مرض نفسي. طب ما هو عايش غني جدا، وعنده علم، وعنده عربيه، وعنده زوجه، وعنده عيال، وبياكل. لكن المرض النفسي لا علاقه له بالحاله الاجتماعيه، بالعكس. اما بيجي لي حد لا يقرا ولا يكتب من قريه، عرضة للمرض النفسي أقل من واحد متعلم، أقل بكتير جدا من واحد متعلم وعنده ستريس أو أي حاجة. فصاحب هذه الرسالة بكرة تروح لدكتور أمراض نفسية، شوف هيقول لك إيه، قد تاخد أدوية، إنما حذاري حذاري تاخد قرار إنك تسيب الكلية لوحدك. لو الدكتور النفسي قال لك لأ الامور مش هينفع تمشي وانت في الكليه، هنحول لكليه تانية، ما اعتقدش هيقول كده، ما اعتقدش، لان الحاله بتاعتك لها ادويه كتيره جدا جدا جدا، هيختار لك منها دواء او اتنين تاخده، هتلاقي الامور بقت كويسه جدا. ما تنساش المكان اللي انت فيه ده في ناس كتير هيموتوا عليه. ما تنساش ان انت في كليه طب الازهر آلاف من الطلبة كانوا يتمنوا أن يكون مكانك. وبعدين في الآخر دايما بنقول الكلمة اللي دايما أكررها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده قلب مش مطمئن. هو في جامعة الأزهر جايز الوسط جديد عليه، جايز فعلا في مرض نفسي زي ما أقول، جايز يقدر يعالج نفسه بعد ما قلت هذا الكلام، الله يعلم. بس اوعى تسيب الكلية، اوعى. لا انسى اول يوم دخلت المشرحه، شميت ريحه الفورمالين وشفت الجثث، كان ايامينا جثث حقيقيه مش بلاستيك، ايامينا كان جثه جايه من مشرحه بتاعه المستشفى الى مشرحه الطلبه عشان نتعلم عليها. لا انسى هذا اليوم والله العظيم. رحت لابويا رحمه الله عليه، قلت له انا مش عايز كليه الطب دي، نفس اللي انت بتقوله. قال لي، قلت له اصل الجثه منظرها والريحه، كلام اللي كلنا قلناه كلنا. قال لي يا ابني ربنا قدم الصبر على الصلاه، ربنا سبحانه وتعالى قدم الصبر على الصلاه. ما قريتش في القران واستعينوا بالصبر والصلاه؟ ما قالش بالصلاه والصبر، بالصبر والصلاه. اصبر، انت لسه اول يوم، اصبر على هذا الوضع وشوف هيبقى ايه. لو استمر بعد شهر شهرين ثلاثة نفكر نسيب الكلية دي خالص، لكن انك انت تسيب من اول زيارة ما يصحش، ما يصحش. سمعت الكلام وكملت وخلصت الكلية، طلعت من الاوائل وتعينت في الكلية الحمد لله. اوعى تاخد قرار سريع يا ابني، اوعى، احسن هذا هتبقى جنيت على الاسره مش على نفسك. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. قبل الفاصل كنا مع الرساله المؤلمه لطالب في كليه الطب عايز يسيب الكليه عشان بيخاف، ونصحته نصيحه اب انه يلجا لدكتور امراض نفسيه، ونصيحة أب
انه ما يسيبش الكليه. يارا محب بتقول: السلام عليكم، والدتي 64 سنه عندها مرض اسمه مالتيبل مايلوما. هي كاتباه بالانجليزي، برافو عليكي، اللي هي العربي بتاعه زيها مايلوما، مالتيبل مايلوما، وحصل عندها فشل كلوي من سنه بتغسل. هل ممكن ترجع الكلى تشتغل تاني؟ علما بان الفشل اول تشخيص كان من الدرجه الثانيه. ممكن حضرتك تفيدنا؟ طبعا حفيدك جدا في نقطتين. في السؤال اللي بتساليه، هل واحد بيغسل ممكن يرجع تاني يعود بعد سنه؟ لكن الاهم من كده، عمرنا ما اتكلمنا على المايلوما دي، عمرنا ما اتكلمنا عليها. اول رساله تشير الى هو مرض الحمد لله انه نادر، الحمد لله. احد خلايا الدم اللي موجوده في نخاع العظم اسمها بلازما، اظن اسم سهل، اسمعوا على البلازما والكلام ده، هي اسمها خليه بلازما، بلازما سيل، ممكن تتهبل، تتهبل، تتجنن. هي بتعمل ايه؟ بتطلع بروتينات مسؤوله عن المناعه، بتطلع بروتينات مسؤوله عن المناعه. تقول لي طب وتهبلت في ايه؟ اقول لك حاجه، احتمال من اتنين، والاتنين مرضين مختلفين. هذه البلازما سيل تتهبل بالانقسام الكثير، المفروض يبقوا 100، لا هي بقوا 1000. هذا نوع من انواع سرطانات الدم اللي هي بلازما سيل لوكيميا. خلي الطلبه اللي قاعدين معايا يبقوا عارفينها كويس، دي بلازما سيل لوكيميا، ده نوع من انواع سرطانات الدم. يبقى الهبل جه فيها ايه؟ انها تنقسم كتير جدا، بدل بقوا 100 بقوا 1000 2000 3000، وله علاج خاص. وممكن تتهبل في الافراز، تتهبل في الافراز بس، يعني بدل ما بتطلع بجنيه بروتينات تطلع ب 100 جنيه. طب واللي طلع ده مش حاجه حلوه؟ لا مش حاجه حلوه، لا مش حاجه حلوه، ده بروتينات قد تضر الكلى، قد تضر العظم، قد تضر العضلات، قد تضر العين، لها اضرار شديده جدا. فيبقى عندنا نوعين. لما تقول لي المايلوما اللي هي بتسال عليها، اقول لك ده النوع الثاني من جنون البلازما، خلايا البلازما، ده النوع الثاني اللي هي جننت انها بتطلع كميات كبيره. طب والنوع الاولاني انقسام كتير، ده نوع من انواع سرطانات الدم اللي هي اللوكيميا، ده اسمها بلازما سيل لوكيميا، لكن دي اسمها مالتيبل مايلوما. ف طب تقول لي بتطلع بروتين كتير، ممكن اقيسها؟ ده احنا بنشخصها كده، ده احنا بنشخصها كده انك تقيس. تقول لي طب اللي طلعت كتير مش هتطلع بروتينات؟ هتطلع. تقول لي تفرق بينهم ازاي؟ اقول لك سهل جدا، سهل جدا افرق بينهم، بنخاع العظم، لما اخد عينه من نخاع العظم هفرق بين دي ودي. تقول لي في بعض الحالات يبقى التفرقه مستحيله؟ اقول لك برافو عليك، برافو عليك، في بعض الحالات تفرقه البلازما سيل لوكيميا من المايلوما يكاد يكون مستحيل، مش عارفين في الاول. الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه، بيطلعوا بروتينات. لما بنقيس البروتينات بنقيسها بطريقه شيك جدا جدا، بروتينات شايله شحنه، شايله شحنه سالبه موجبه، هي شايله شحنه وخلاص، تمام. الاقطاب المتشابهه متنافره، فاكرين اولى ثانوي، الاقطاب المتشابهه متنافره، والاقطاب المختلفه متجاذبه. اما اجيب خليه شايله شحنه سالبه وخليه تانية شحنه سالبه، يضربوا بعض ما يطقوش بعض. اما اجيبوا خليه شايله شحنه سالبه مع خليه شحنه موجبه، يلزقوا بعض. فبنعمل فكرة حلوة جدا، اجيب البروتينات، اجيب الدم كله بروتين، واحط له هنا قطب مختلف، مختلف، فهيشد البروتين. لو كان ده سالب هحط له موجب، لو ده موجب هحط له سالب، هيشد. البروتينات هتمشي بايه؟ بسرعتها وكتلتها. يعني جبت 5 رجالة، واحد وزنه 140 كيلو،
واحد وزنه 110، واحد 10 100، واحد 80، واحد 70، حطيتهم جنب بعض، قلت لهم يلا اجروا لحد الحيطه، مين اللي هيسبق؟ الصغير الخفيف هو اللي هيسبق. ال 140 ده اخر واحد هيوصل. كذلك البروتينات انا حاططها في الدم وحطيت لها حاجه تشدها، مين اللي هيتشد الاول؟ الصغير، ثم اللي بعديه، ثم اللي بعديه. دي الطريقه اللي بنشخص بيها، اللي هي بلازما بروتين الكتروفوريسيس، برضو دي للطلبه. بنشوف نجيب الورقه بقى البروتينات، الاقي واحد منهم عالي جدا، واحد، لان الخليه لما بتعمل واحد بس مش الكل، قد يكون واحد فلان او فلان او ما يهمش، المهم واحد بس. فالشق الاول من السؤال يعني ايه مايلوما؟ اول مره نسمع هذا الاسم، ومرض الحمد لله انه نادر، لانه ممكن جدا يقول لي طب انا عايز اعرف اعراضه كده، اقول لك برافو عليك ده حقك، هذه هي التوعيه. الام مبرحه في العظم مش في المفاصل، الام مبرحه في العظم مش في المفاصل. يعني اقول له ايه؟ لا دكتور انا مش قادر كده. اقول له ايه اللي وجعك؟ يقول لي ايديا. ايديا دي كلمه عامه. اقول له ده المفصل ولا ده العظم؟ يقول لي لا ده اللي عنده مايلوم. بينما المفاصل نبقى نتكلم عليه، التهاب المفاصل اتكلم ولا حرج. يقول لك فخدك هو اللي تعبك ولا الركبه؟ يقول لي لا فخدي. الام مبرحه، مش اي الام بقى، مبرحه في العظم، لان الخلايا كلها في نخاع العظم، كل الخلايا لما بتنشط سواء بالافراز العالي او بالانقسام يوجع العظم جدا جدا جدا. نمره اتنين، في بروتين منهم يكون صغير. طبعا طلع بروتينات زي ما انت عايز، يعني واحد منهم صغير ممكن يعدي في الكلى، ده فرصة عمري بقى في التشخيص، فرصة عمري اجيب البول اشوف نوع البروتين ده، مش اي بروتين، ده له اسم، ده اسمه بن جونز، ده له اسم، لو لقيته التشخيص خلص، احمدك يا رب. الهدف من الطب يا اخوانا هو التشخيص، الهدف من الطب ليس العلاج. الدكتور الشاطر يشخص، اي حد يقدر يعالج. لما تقول لي ده عنده تقرح قولوني، خلاص انت شخصته، اطلع الكتاب اشوف علاج التقرح، هتلاقيه سهل جدا. العلاج مش مشكله في الطب، انا في امتحان بكالوريوس، الضغط كله كيف تشخص، مش كيف تعالج. كيف تعالج هتعلمها متخرج، انما اللي هيشخص غلط هيضيع العيان. فالمايلوما دي بتتشخص تحليل بول، يطلع فيه بروتين معين زي ما قلت اسمه بن جونز، الام في العظم شديده جدا، نعمل البروتينات الدم شوف سرعتها قد ايه، هنلاقي واحد منهم هو اللي كبير جدا. ساعات نعمل اشعات على العظم، على الحوض، اشعه الحوض او الجمجمه، يعني عظمه من اللي هم بنسميهم فلات، يعني مسطحه زي الحوض مسطح، زي جمجمه مسطح، مش زي دي، تلاقي فيه حتت ناقصه، الخلايا كلت العظم، عشان كده بتعمل الام شديده جدا جدا. طبعا تحاليل الدم هيبقى عنده شويه انيميا، هيبقى الكالسيوم عالي عشان العظم تاكل، هيبقى عنده حاجات كتيره جدا، حكايه سهله جدا في تشخيص الميلوم. البروتين اللي بيطلع بيروح يترسب في الكلى، فبيعمل فشل كلوي، بيعمل فشل كلوي. قد يصل المريض في هذه الحاله الى الغسيل. الغسيل السؤال بقى التاني، هل ممكن واحد بيغسل نخلص؟ الإجابة ولكن نادر جدا، نادر جدا. ليه؟ بتقول لي ده سنة بتغسل، دي سنة، سنة وظائف الكلى بتتأثر بالغسيل. أقول لكم قصة مش هتصدقوها، زمان خالص خالص خالص، سنة ربع، واحد قامت في مخه ان الشيزوفرينيا وهو مرض نفسي دي مادة لما اغسل تطلع مع الغسيل، فعمل فكرة دي حلوة جدا،
قال لك اغسل العيان مرتين ثلاثة اطلع المادة من الدم العين يخف. اذا انا بغسل لواحد كلوته سليمة. ليه؟ ده انا بغسل لهدف تاني، مش بغسل كلى عشان كلى بايظة. لا، بقت فرصة حلوة للدكاترة يشوفوا تأثير الغسيل على الكلى السليمة. لو وحش الغسيل يؤثر على الكلى السليمة بالسلب مش بالإيجاب، وبالتالي قالوا لا خلاص الميلومة أثرت على الكلى. طيب غسلت، الغسيل في حد ذاته له تأثير سلبي على الكلى زائد العيا، يعني نادر جدا أن تعود حتى لو خفت ميلومة أن تعود الكلى كما كانت عليه. واضحة؟ واضحة. طيب ايه الغسيل اللي ممكن يبطل؟ واحد داخل في حاجة انا عارف انها تخف، انا عارف حصل اختناق في مجرى البول في الناحيتين والبول بنزلش والبولينة عليت والكرياتينين علي والبوتاسيوم ابتدى يعلى، غسلتين ثلاثة لحد ما سلك البتاع والبول يمشي، ده غسيل لكن بطلته بعد ثلاث غسلات. واحد تاني مهم جدا جدا جدا، واحد عنده البوتاسيوم عالي، بوتاسيوم قاتل، البوتاسيوم قاتل عالي وصل 5.5 هيخش على 6 ده يموت العيان ويوقف قلبه اغسله. طب بعد ما البوتاسيوم اتصلح هصلح السبب اللي خلى البوتاسيوم يعلى وخلاص ومش هيغسل تاني. كل واحد يغسل ويبطل وردة، وردة جدا عندنا في الطب جدا، اسباب عديدة جدا. عيان داخل بحموضة الدم، حموضة الدم متغيرة اللي هي للطلبة البي اتش، لو لقيت حموضة الدم متغيرة اغسله غسلتين ثلاثة لحد ما تصلح. انما في الحالة دي اشك تماما انها تعود الى حالتها الطبيعية تاني بدل بقى لها سنة بتغسل. واحد يسألني سؤال يقول لي المرض ده ما يلخبطش مع حاجة تانية؟ يعني هو ده وبس؟ ألم عظم، فشل كلوي، كذا كذا، ما يلخبطنيش مع حاجة تانية؟ أقول له برافو عليك، برافو عليك، ده السؤال اللي بسأله لطلبة البكالوريوس. طب ما هوش الميلومة اللي بالك فيها اللي بتكلم عليها، ممكن يكون إيه؟ القريب قوي للميلومة، القريب قوي نشاط الغدة الجار درقية، مش الدرقية اللي بالكوا فيها دي اللي وراها، نشاط الغدة الجار درقية بتدينا صورة قريبة جدا للميلومة. ألم عظم شديدة، فشل كلوي تعمله، بس علاجها سهل جدا جراحي. لا ساعات لما تبقى مجنونة قوي الغدة وعامله ورم حميد او مش حميد نشيل الامور تعود لما كانت عليه. فالرساله رساله جميله جدا، وفتحنا موضوع ما كناش فتحناه قبل كده خالص، الام العظم يا اخوانا مش كل واحد بقى عنده شويه انفلونزا هيقول اوعوا تعملوا كده. الام عظم الام مبرحه، مبرحه يعني بيصرخ منه، مش عارف ينام بالليل من الالم، مش عارف يمشي، مش عارف يروح حتة، معزوم في فرح يقول لهم أنا متأسف مش قادر أنزل من آلام العظم. تحليل سهل جدا، تحليل بول، تحليل فصل بروتينات الدم سهل جدا جدا، أشعات على الجمجمة وعلى الحوض، كل ده بيريح جدا جدا في التشخيص. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل عملنا رسالتين حلوين جدا، الرسالة الأولى الطالب اللي بيخاف من الكلية وبيخاف من الدبان وقلنا له يروح لدكتور أمراض نفسية، والرسالة الثانية عن مرض اسمه ميلوما، ده مرض نادر لكن لازم بالوعي اللي هو الهدف، الهدف في هذا البرنامج الوعي، وعي طبي، ففي حاجة اسمها كده. وقلنا بيلخبط ساعات مع نشاط الغدة الجار درقية، الجار درقية مش الدرقية، وطبعا حاجات تانية كتيرة بس دول المهمين اللي قريبين قوي لبعض. في رسالة جميلة، عماد عبد المفتي، ابو المفتي، عماد ابو المفتي،
معايا ابن اخويا يا دكتور عنده 17 سنة بيشتكي من الطحال، ودكاترة كتير قالت يشيله ودكاترة قالت ما يشيلوش، تنصحني بايه حضرتك؟ ده طبعا رسالة جميلة جدا جدا جدا، لان في ناس فاكرة الطحال ده يعني عضو كده حاجة ملوش لازمة، يعني او زي ضوافرك، الضفر ممكن اقص ضفري. كلمة عنده طحال متضخم كأنك بتقول واحد عنده صداع بالظبط، لا فرق بينهم. والنبي يا دكتور فلان عنده صداع، ممكن جدا تكتب له علاج؟ اللي يقول لي كده انا ما احترموش، هو الصداع ده عرض ولا مرض؟ انا عالج عرض، تبقى كارثة لما عالج عرض. طب خد الدواء الفلاني هيضيع لك صداع، ده الصداع ده يبدأ من واحد نفسيا مضطرب الى ورم في المخ. بصوا قد ايه الفرق، الى التهابات سحائية، الى التهاب في المخ، الى ضغط عالي، الى امساك، الى الى الى. يقول لي عندي صداع اديله علاج؟ وده اللي احنا بننبه الناس ليه، انه ما يمرش على صيدلية يقول له عرض خالص، علاج العرض خطير جدا، بلاش، انا عندي زايدة وعامله لي مغص، انا ما اعرفش انها زايدة، والنبي انا عايز دواء للمغص، هيضيعه، بس انت هتروح، ممنوع علاج الاعراض. وبالتالي اللي بيقول انا عندي طحال ده آلاف الأمراض تكبر الطحال، منها ما يستدعي استئصال الطحال، ومنها لو شلت الطحال أموت العيان. بص الفرق، هو طحال كبير. تعالوا ناخد فكرة يعني إيه طحال. طحال ده عضو ربنا عامله لأكل الدم. الدم له عمر، الخلايا الحمراء لها عمر 120 يوم. والله سبحان الله. طب ال 120 يوم تروح الطحال تتاكل، مين اللي قال لها ال 120 يوم دول عدوا؟ مين اللي قال لها كده؟ هي بعد 120 يوم تخش على الطحال ياكلها. خلاص ويتعمل غيرها وتاكل وتعمل غيرها. إذا الوظيفة الأولى للطحال إنه يخلصنا من الدم اللي عمره انتهى. عمر كرات الدم الحمراء 120 يوم. تمام؟ ساعات الطحال يتجنن ياكل بشراسة. أنا بدل ما هاكل اللي بقى 120 يوم بس، أنا هاكله كل، وياكل تكون النتيجة أنيميا. تكون النتيجة أنيميا. لا مش بس كده، مش بس كده، ده ممكن جدا ياكل كرات البيضة. تكون النتيجة نقص في الكرات البيضاء ونقص في حدة المناعة. ده مش بس كده، ده ممكن ياكل الصفائح المسؤولة عن التجلط. تكون النتيجة نزف. ألاقي واحد جاي لي نقص في كرات الدم البيضاء، نقص في كرات الدم الحمراء، نقص في الصفائح الدموية، ويكون السبب في هذه الحالة الطحال نشط. خلي بالكوا الكلمة اللي بنقولها، الطحال نشط، يعني هو بياكل على قد واحد مفروض ياكل شوية رز قد كده، لا ده كان رز قد كده، بقى نشط، فبدل ما ياكل كمية دم قليلة كلها كتيرة. تفتكروا أقول له إيه الطحال ده؟ تفتكروا أقول له إيه؟ أقول له مع السلامة، مش عايزك، في مليون حتة تانية هتقوم بواجبك، مع السلامة. نفتح بطنه ونشيل الطحال، لان في هذه الحالة الطحال ضار. مفيش حاجة اسمها واحد عنده طحال، لازم نعرف المشكلة ايه. طب نمرة اتنين، ادي واحد اتفقنا عليه، الطحال نشط، هنعمل فيه ايه؟ هنشيله، اتفقنا. طب نمرة اتنين، قد يكون الطحال لا قيمة لكبره، بمعنى واحد عنده تليف في الكبد، الضغط الدم اللي تحت الكبد بيعلى، الضغط البوابي بيعلى،
لما يعلى ضغط البوابين يكبر الطحال. هذا الكبر لا قيمة له، لا قيمة له، دم محبوس في ايه؟ في الطحال، بدل ما هو قد كده كبر شوية. ايه المشكلة؟ محدش يقرب له، محدش يقرب له. بص نمرة ثلاثة بقى، خلي بالك نمرة ثلاثة دي اللي مهمة جدا جدا. نمرة واحد طحال نشط هنشيله، نمرة اتنين طحال محتقن ملناش دعوة بيه. طب ثلاثة بقى، كثيرا نخاع العظم يفشل، يفشل يعني نخاع العظم وظيفته ايه؟ طبعا متحفظين كويس، يعمل الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح الدموية، ده وظيفة نخاع العظم، ما بيشتغلش. فالجسم يبعت رسالة للطحال كده، يقول له يا طحال، يقول له نعم، يقول له فاكر لما كنا في الرحم؟ فاكر ماضيك لما كنت جوه في الرحم وانا في بطن امي؟ فاكر؟ يقول له فاكر كويس جدا. يقول له مش انت اللي كنت بتعمل الدم؟ مش انت اللي كنت بتعمل الدم؟ مش نخاع العظم؟ يقول له فعلا انا اللي كنت بعمل الدم واحنا جوه، انت انا سلمتك الرايه بعد ما اتولدنا، بعد ما اتولد الطفل الطحال بطل يعمل الدم وابتدى مين اللي يقوم بالدور؟ نخاع العظم. يقول له طب ما افتكر ماضيك واشتغل انت. يقول له ما عنديش مانع. يبقى نخاع العظم بطل يشتغل، مين اللي حل محله؟ الطحال، يكبر ويعمل هو الدم. مش يبقى الجنون لو شلت الطحال؟ مش يبقى ده جنون؟ اهو الاثنين طحال كبير، الاولاني اللي بياكل طحال كبير، والطحال التالت طحال كبير اللي بيعمل الدم. بقى انا اشيل طحال بيعمل الدم؟ عشان كده مفيش حاجة اسمها طحال كبير، في حاجة اسمها بحث وراء هذا الطحال، ابحثه. طب ما جايز مش محتاج حاجة خالص لو محتقن. يبقى اذا الرسالة اللي بعتها عماد المفتي رسالة خطيرة جدا. طبعا الدكتور اللي قال لك هشيل الطحال له وجهة نظر، ان عنده شوية انيميا، كرة الدم البيضاء واطية، الصفائح واطية، اذا الطحال ده بياكل. ولكن كلمة اللي هقولها كل واحد يسمعها كويس جدا جدا جدا، كل واحد من الجيل الصغير، الاطباء الخريجين الجداد او الطلبة، اي واحد يسمعها، ممنوع بتاتا اشيل طحال الا ما اشوف نخاع العظم. ممنوع بتاتا اشيل طحال الا ما اشوف نخاع العظم. هتقول لي طب والدم؟ ما هو طبعا الدم ده روتين، طبعا صورة الدم دي روتين. ممنوع بتاتا اشيل طحال الا ما اشوف نخاع العظم. هل هو نشط بيعوض اللي الطحال بياكله، ولا هل هو كسلان والطحال قايم بدوره؟ اظن دي سهلة جدا جدا جدا. فرجاء لصاحب الرسالة، في اساتذة متخصصين في هذا، دي شغلتهم، تروح لهم وتشوف انت طحالك ده زي قلته، لا بياكل في الدم ولا بيعمل دم، ما تسيبه. هو مضايقك في ايه؟ عشان واحد قال لك طحالك كبير؟ حالة نفسية بقى، ابتديت بقى الوسواس يشتغل، الطحال ده. تقول لي الطحال الكبير في خطورة؟ في خطورة خفيفة جدا جدا، ان لو العين خد بوكس في بطنه ولا اتضرب ولا حاجة ممكن يفرقع، بس ده بيبقى سهل جدا في الجراحة شيله، بنشيل الطحال. بس مش كل واحد نشيل الطحال، مش كل واحد، دي عملية مش صغيرة يعني. الرسالة بعد كده جمالها انها من المغرب. ليه بفرح بيها؟ يبقى البرنامج ده المتابعين له خارج مصر عدد مش قليل. الرسالة من المغرب، فاطمة ام اي جي. السلام عليكم، انا من المغرب فاطمة، شكرا على نصايحك، انا بتفرج على برنامجك يوميا في اليوتيوب. انا مريضة بالكبد سنتين، كنت في المرحاض عزكم الله، ورحت في غيبوبة لان كان عندي امساك، رحت لدكاترة القلب والمخ والاعصاب، ولكن
قبل قالت لي دكتورة فلانة البس لازم تحاليل الكبد، مع الأسف كلهم طالعين وخصوصا الانزيمات، عملت تحاليل المناعة وكتير من التحاليل، ولما عملت الجهاز على الرأس سامحني ما عرفش اتكلم مصري، قالوا عروق الكبد الرقيقة ما بيمرش معاها الدم الى المرارة، يعني يابسة لا صلاحية لها، ولهذا انا اتناول دواء من فرنسا ما موجود في المغرب. طيب ماشي، هي عمرها هذا هو الدواء، ارجوك جاوبني، عمري 60 سنة. نقف شوية عند الكلام اللي هي قالته، يعني اما اقول مرض مزمن في الكبد، هناك فرق بين مرض مزمن ومرض حاد، طبعا عارفين الفرق كويس جدا جدا. يعني مرض مزمن انا قاعد بيه بقالي سنتين 3 سنين 4 سنين، واحد عنده اكزيما في جلده تسمي ده ايه؟ مرض مزمن. واحد عنده قولون ملتهب، مرض مزمن. واحد عنده كرونز اللي كلمنا عليه الجمعة اللي فاتت، مرض مزمن. الأمراض المزمنة، لكن في أمراض حادة، أمراض حادة، يعني لما تقول لي الأرتكارية، هي الإكزيما مرض جلدي بس مزمن، الأرتكارية مرض جلدي بس قاتل، بس قاتل لأنه حاد. ممكن لو جه الحساسية دي جت في زوري ممكن تقفل زوري وتخليني ما اعرفش اتنفس، مش بخوف حد. فكلمة مرض مزمن في الكبد يعني تليف. 99% من كلمة مرض مزمن في الكبد تليف. مرض حاد في الكبد التهاب كبدي. اذا اختصر الكبد على حاجتين، يا اما التهاب حاد او التهاب كبدي او تليف. تقول لي ممكن الاثنين مع بعض؟ ممكن، بس يبقى العين حظه وحش قوي. ممكن واحد عنده تليف في الكبد ويجي له التهاب حاد في الكبد. تقول لي التهاب الحاد ده انا سمعت الكلمه دي قبل، اقول لك طبعا فيروس ايه؟ فيروس ايه؟ التهاب حاد في الكبد. العين يتقايه ويسهل ويسخن ويخف. وعلى فكرة لولادنا فيروس ايه بيجي من اكل الشارع، لولادنا صغيرين فيروس ايه بيجي من اكل الشارع، كل اللي شفناهم فيروس ايه التهاب كبدي حاد، ويدوخ الابن والاب والام يدوخهم، وانزيمات عالية، وهيخف امتى يا دكتور، وقد نحتاج الى كورتيزون و و و كل ده ليه؟ عشان اكله في الشارع. تجنبوا الاكل خارج البيت عشان خاطري، عشان خاطري محدش ياكل بره بيته. هو العيب مش في الاكل، في العيب اللي وضب الاكل، عيان وعمل لك اكله عيتك، فده التهاب حاد. تقول لي في التهاب حاد تاني؟ اقول لك التهاب حاد مناعي في الكبد، فدول كبد. انما المزمن تليف. الرساله اللي معايا من المغرب الشقيقه شكلها تليف. هل ينفع في هذا السن 62 سنه ان احنا نزرع للكبد؟ هل ده وارد؟ اللي هيقول كده دكتورك، اللي هيقول كده دكتورك، هل هي وارد زراعة الكبد ولا مش واردة عشان سنك؟ هل وظائف الكبد، انت ما بعتيش غير الانزيمات، هل وظائف الكبد وقعت ولا وظائف الكبد لسه ماسكة نفسها؟ هلتقي معاكي انت تاني بعد الفاصل ان شاء الله. كنا في رسالة الاخت العزيزة من المغرب اللي عندها الكبد، وقلنا الكبد يا اما التهاب حاد يا اما تليف. تليف الكبد مشكلته الكبيرة بيقع على حاجتين لا ثالث له. عندنا طبعا في مصر نسبة تليف الكبد عالية كتير جدا في الأرياف، يا إما خد بالهرسي زمان، يا إما على فكرة بالهرسي اختفت، يا إما خد فيروس سي اختفى برضه، يا إما أمراض مناعية. المهم تليف الكبد عندنا في مصر كتير مش قليل.
يعني في كلية الطب اللي لسه بيفكر في تخصص يتخصص كبد، هيشتغل كويس جدا جدا جدا، عندنا حالات كتيرة جدا. دايما دي بالمناسبة يعني لطلبة كلية الطب، اوعى وانت بتفكر في التخصص تفكر في اللي بيجيب فلوس، اوعى، فكر في اللي مزاجك فيه. انت بتحب الجراحة، اشتغل جراح، هكسب كام مالكش دعوة، مالكش دعوة. بتحب القلب، اشتغل قلب. بتحب الجلد، اشتغل جلد. بتحب التجميل، اشتغل زي ما انت عايز. اوعى تربط ده بده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقك مش في الارض بتاتا. فالكبد عندنا في مصر منتشر جدا. ايه مشكلة الكبد؟ يقع على نقطتين لا ثالث له، اما على الخلايا واما على الاوعية الدموية. هو الكبد ايه غير كده؟ هو الكبد ايه غير كده؟ خلايا واوعية دموية ماشية فيها. يقع العبء على الخلايا، يبقى عنده فشل في الكبد، في وظائف الكبد، مش قادر يعملها عشان خلايا بايظة. او الخلايا تكون مش بطالة وكويسة وشغالة، لكن الاوعية الدموية قفلت. تقول لي ايه ده؟ الاوعية الدموية قفلت؟ ضاقت، تليف ضيقها. طب هو الدورة الدموية شكلها ايه في الكبد؟ الدم جاي من الامعاء الى الكبد عشان يطلع من الناحية التانية. الكبد ده عضو وانتوا عارفين شكله كويس جدا، فالدم بيجي من هنا يتبعزق جوه الكبد ويطلع من الناحية التانية. طب ولما تكون الاوعية الدموية قافلة ومتليفة، الضغط هيعلى، هخش بالعافية. انت عندك 8 شوارع والثمان شوارع سالكين والعربيات ماشية مفيش اي مشكلة، الشوارع دي ضاقت، الشوارع دي ضاقت، ما بقتش تاخد العدد بتاعها، هتلاقي تكدس السيارات قبل الثمان شوارع دول كبير جدا. ده اللي بيحصل في الكبد بالظبط. الوريد اللي داخل على الكبد بيوزع دمه على اوعية دموية كلها ضيقة، فالوريد يعلى. مشكلته ايه؟ يكبر الطحال، لسه قايلين حالا يكبر مش مهم، لكن له مشكلة اكبر من كده مليون مرة. الاخت المغربية بنبهها لها اذا كانتش عملت كده، دوالي المريء. دوالي المريء هي محاولة من الجسم لتقليل الضغط البوابي، الوريد البابي اللي داخل ضغطه عالي، الدنيا مزدود، يقوم يلاقي له سكة تانية. السكة تانية دي بينتج عنها دوالي المريء. دوالي المريء ما لا تشخص الا بالمنظار، ملهاش اعراض، واول عرض لها كان يقود قد يكون كارثة. اول عرض لدوالي المريء قد يكون كارثة، نزيف. دوالي المريء فتحت، الدم نزل في المعدة، طرش دم، الله يلا نعمل انذار، ده عنده دوالي مريء. لازم اعرفها قبل ما ينزف العيان، لازم اعرفها قبل ان يحصل الكارثة الكبيرة في انها فرقع. طب لا علاج؟ طبعا لا علاج، طبعا. يا اما بتتحقن يا اما بتتربط، بس ابقى في السيف سايد. ساعات في دوالي تبقى رزلة قوي تطلع في المعدة نفسها، يعني علاجها بيبقى صعب شوي. لكن انت يا اختي يا مغربية لازم تعملي منظار نشوف دوالي المريء. وحنسأل الدكتور، هل يجوز ان انا ازرع كبد؟ هل يجوز اجيب لك متطوع ناخد فص من عنده تركبهولي، ولا الامور ما ينفعش؟ ما نعرفش عن اي كبدك حاجة، هل وظائف الكبد وحشة ولا لا. انما لو انا قلت الاوعية الدموية، لو الخلايا هي اللي تأثرت وظائف الكبد بتقع. اهم وظيفة من وظائف الكبد عمل بروتين في الدم اسمه ألبيومين، ده اهم وظيفة للكبد، بيعمل ألبيومين. هذا الألبيومين هو اللي بيمنع الاستسقاء، هو اللي بيمنع الاستسقاء. فلو نقص اول حاجة بتحصل استسقاء العيان، وتبقى بقى مشكلة مركبة، هل المية دي هنتعامل معاها ازاي؟ بس ده يعني ملخص لحالة الأخت المغربية. رجاء اهتمي، وظائف كبد تتعمل،
السؤال عن الزرع يتسأل، منظار يتعمل عشان نشوف فيه دوالي مريرة لا، واحنا طبعا سعداء بانك انت تبعتين لنا هذه الرسالة. في رسالة نهال السنهوري. نهال السنهوري بتقول: السلام عليكم دكتور، من فضلك والدي 65 سنة. على فكرة أنا بأعجب جدا باللي يبعت رسالة لوالده أو والدته، هذا وفاء غير عادي، وفاء ما بنشوفوش كتير. الدنيا تلاهي وكل واحد مشغول مع عياله وفي شغله ومش عارف إيه، إنما اللي في مخه دايما أم وأبوه ده إنسان راقي جدا جدا جدا. السلام عليكم دكتور، من فضلك والدي 65 سنة عنده ضغط وسكر، التراكمي بيكون 11، وظائف الكلى 1.7، طبعا أضاع كرياتينين ثابتة مش بتنزل، وأكتر من 5 شرايين مسدودة، منهم 2 أساسيين 90% والباقي 70%، محتاج عملية قلب مفتوح، المستشفيات كلها بترفضه علشان وظائف الكلى، بيقولوا هيحتاج غسيل في العناية وحيفضل يغسل بقية عمره، محتاجين رأي حضرتك. هقول لك رأيي بس تاخدي بيه، اوعي العواطف، اوعي الحنية والمشاعر تضيع ابوكي، اوعي. كثيرا يجي لنا عيان عنده ألم في صدره، كثيرا جدا، ايه ده؟ ذبحة صدرية. بداية التشخيص الذبحة بالقسطرة، بداية تشخيص الذبحة بالقسطرة، أشوف كم شريان زي ما أنت عملتي، أجي أعمل وظائف كلى ألاقيها مش حلو، ألاقيها مش حلو، يعني لو عملت قسطرة ممكن عين يغسل بعدها. بنعمل إيه في الحالات دي؟ ده يوميا، ده يوميا عندنا المشكلة دي يوميا. راجل جاي 60 سنة، صدري، رسم القلب والمجهود وكله بيقول ده ذبحة، لازم قسطرة. ليه؟ القسطرة هتقول لي هل هو محتاج، دايما نتائج القسطرة حاجة من 3، إذا ما كانتش طبيعية، إذا ما كانتش طبيعية، طبيعية دي هنا، لكن دايما نتائج القسطرة حاجة من 3، يا أدوية يا دعامة يا جراحة. طبعا طبيعية مالناش دعوة بيه، يا أدوية أكتب لك أدوية، يا محتاج دعامات، يا محتاج جراحة قلب مفتوح. دول الثلاث احتمال، ما لهمش رابع لو مش سليم. طب الراجل ده عايزين له قسطرة، وظائف الكلى مش حلو، معروف ان الصبغة بتاعة القسطرة بتبوظ الكلى، معروف، مش بتبوظها يعني بتعطل. بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنعمل حاجة كويسة جدا جدا جدا، الميزان. الميزان، حط الاثنين في كفتين ميزان. الراجل ده ممكن يتوفى من ايه؟ بس لو جاوبت السؤال ده هتمشي زي الالف. الراجل ده قلبه اللي هيقضي عليه، مش مهم الكلى خالص. لماذا؟ الكلى لها حل. طب ما نغسل، هو الغسيل ده حاجة قاتلة؟ الغسيل بيتعمل، انما لازم الميزان. يا ترى ده هيعدي ولا هيعك؟ طب عايز قسطرة، على فكرة قلب مفتوح يبقى هو عمل قسطرة، يبقى هي 1.7 دي كويسة جدا، كرياتينين ده راجل كويس جدا يخش على العمليات دغري. كتير بقى يقول لك اصل العملية خطيرة، اقول له انا عارف. يقول لي طب ما جايز يحصل حاجة، اقول له طب ما انت جايز وانت بتعدي الشارع عربية تخبطك، مش ده احتمال وارد؟ واحد بيعدي شارع عربية، مش ده احتمال؟ لكن بيحصل، بيحصل كل ما نعدي الشارع نتخبط، مش ممكن. عملية كبيرة، عملية القلب مفتوح، ولكن اذا كان هناك ضرورة للقسطرة، الكلى مش مهمة، وقلب مفتوح عملية ما تخوفش. نلتقي الجمعة الجاية ان شاء الله.